أمام مسجد عمر مكرم وقف الفريق أول محمد فوزي وزير الحربية يتقبل العزاء من كبار الشخصيات العسكرية. وصل رئيس جمال عبد الناصر ليشترك في تشييع جنازة البطل الشهيد. وحمل الجثمان الطاهر فوق عربة مدفع ملفوفا بعلم بلاده، وخلفه ضابط يحمل أوسمة الشهيد. وسار خلف النعش الرئيس جمال عبد الناصر وأسرة الفقيد البطل، ووفود ملوك ورؤساء الدول الصديقة، وأعضاء اللجنة المركزية العليا للاتحاد الاشتراكي والوزراء والسفراء، وكذلك رؤساء أركان حرب الجيوش العربية وممثلو منظمة المقاومة الفلسطينية. جنازة بتاعته كانت جنازة عسكرية وبعدين أصبحت جنازة شعبية، مصريين كتير جدا شاركوا فيها، وأعتقد بالنسبة لهم كانت صدمة أن قائد من قوات الجيش بتاعهم يستشهد على الجبهة. الرئيس عبد الناصر طبعا حضر الجنازة وقادة الجيش والوزراء، وفي ناس كتير جدا جات من خارج مصر وعزوا الأسرة كمان في البيت، يعني مش بس عزوا بصفة رسمية، عزوا الأسرة في البيت. أيها الإخوة، قبل أن نبدأ حديث هذه الجلسة فإني أرجوكم أن تقفوا معي دقيقة في ذكرى الفريق أول عن منعم رياض، ذلك الجندي الشجاع الذي أعطى حياته في ميدان القتال وضرب مثلا أعلى لشرف العسكرية المصرية